90%. لو حضراتكم كنتوا قاعدين معانا في الفاصل كنت هتلاقوا احتدام شديد بس بذوقه بادب يعني بين ضيوف اللي كانوا قاعدين كل واحد بيعبر عن وجهه نظرهم، وانا كنت مبسوط من الحوار واتمنى انه يطلع بقى على الهوا في هذه الفقره. هروح لضيفي ممثل الحكومه استاذ سعيد عبد الله. في اتهامات للحكومه بان هذا القرار موجه لصالح كبار المصنعين، ردك وبإيجاز علشان عندي أسئلة كتيرة لحضراتكم الثلاثة. بإيجاز شديد جدا، الحكومة اتقال ان هي اكبر المستوردين، الحكومة لا تستورد مبدئيا. ادي واحد. اتنين، مفهوم الاحتكار باللي اتقال ان هذا القرار اللي هو الانفاق، ترشيد الانفاق الحكومي سيؤدي للاحتكار. احنا فاهمين كلمة الاحتكار او معنى الاحتكار بطريقه خاطئه. بإيجاز شديد جدا، في ثانية. مفهوم الاحتكار في العالم كله بيقول ايه؟ يقصد بالاحتكار، سبحان الله، انا كنت محضر متوقع الحاجات دي. يقصد بالاحتكار اقتصاديا وجود منتج وحيد للسلعه او الخدمه وعدم وجود بدائل عمليه او موضوعيه لهذه السلعه او الخدمه من وجهه نظر المستهلك. يعني المستهلك ما يجي يروح ما يروحش غير لمحمد بيه خير، هو ياخد من عنده محمد خير لما المنتج ده هو الوحيد اللي بينتجه، هو الوحيد بيتحكم في اسعاره. تعال يا حبيبي بقى، ربنا يسمع منك ان شاء الله لو انت باذن الله. تعال بقى خد بقى مني السلعه بالسعر اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه بالكميه اللي انا عايزها. يعني الاحتكار يبقى واحد بقى شخص واحد بيحتكر سلعه واحده، سلعه واحده، ويتحكم في الاسعار ويتحكم في الكميات. فضلا عن ذلك، طب لحظه بس، انا مذاكر اقتصاد. اتفضل. طب تعالى خش في سوق المحمول. الاسم ان في ثلاث شركات بس بيلففونا الكره بينهم وبين بعض. انت حضرتك بتتكلم على خدمه المحمول مش كده؟ عندك ثلاث شركات بيتنافسوا مع بعض مش كده؟ وبيتفقوا مع بعض. بيتفقوا مع بعض ازاي؟ على التسعير. لا صعبه شويه، في قانون بيحكم الموضوع ده. يعني في قانون بيحكم، قانون اتصالات، وفي رقابه عليهم. اتنين، اي واحد يا محمد بيه عنده شبهه احتكار في مصنع، ما عندنا جهاز منافسه ومنع الاحتكار اللي الدكتوره منى الجرف متوليه، اللي بتطلع التقرير بعد سنتين. ما هو ليه؟ عارف ليه بسنتين اتنين؟ لان بس موضوع الاحتكار ده مش سهل تحديده وسهل اثباته. مش اي واحد يقول لك ايه ده فلان فلان ده محتكر، فده مفهوم احتكار. يبقى حضرتك بترد على الاتهام الحكومه بان القرار موجه لصالح كبار المصنعين بتنفي ده. هو مش موجه. لما أنا بقول انا بنقل لك اسئله الشارع والناس اللي تواصلوا معانا واحنا بنعد هذه الحلقه، وحضرتك بتاكد. تمام. لا مش موجه لحد. طيب. معين. هذا القرار يحرم الخزانه العامه من ضريبه المبيعات الحصيله الجمركيه اللي كان بيتم تحصيلها من الواردات. قبل ما ارد على دي حضرتك، يعني قلت لي وانت بتقول قرار رئيس الوزراء اللي انا اشرت ليه اللي هو سنه 2529 ان في المطلق. لا، انا قلت لحضرتك محدد مجموعه من السلع وقلتها، زي على سبيل المثال اجهزه الحاسب الالي واجهزه التكييف. لا، القرار الاخير يا سيد. اكمل حضرتك، ما فيش قرار اخير يا اساتذه. اللي نشر ايه؟ اللي نشر سعيد بيقول هو جاب قرار صادر من حكومات سابقه مستمر حتى 30 سنه وبيتم تجديده وبيجدد. هو اللي اعلن غير كده خالص، اللي اعلن ان رئيس الوزراء منع استيراد كل سلعه ليها مسير في مصر. هذا الكلام هو ده اللي انا على مسؤوليتي بعلنه اهو. مفيش منع استيراد. هذا القرار غير، الكلام ده غير سليم. ممثل الحكومه بيقول لك منع شراء.
ولم يصدر قرار. كل ما هو موجود نوقش في المجموعة الاقتصادية هو تفعيل قرارات الرؤساء الوزراء السابقين والمد. الحكومة بتتكلم كتير كده، ما تدوني فرصة عايز إجابات. القرار الأخير ده بيحرم الخزانة العامة من ضريبة المبيعات والحصيلة الجمركية اللي كان بيتم تحصينها من الواردات. مستحيل. ليه مش الاستيراد ده بيدفع عليه جمرك؟ هقول لحضرتك، وانا بدفع يعني، انا بفكر في الحصيله الجمركيه ولا بفكر في حاجتين اتنين؟ عمله اجنبيه عندي ندره فيها وتشجيع صناعه محليه وشغل ناس بقى. انا يا محمد بيه عمالين ننادي ونقول يا ناس من فضلكم، احنا عندنا بطاله، احنا عندنا صناعات متعطله، احنا عندنا انتاج متكدس عايزين نصرفه، واروح اشجع الاجنبي واجي اقول في الاخر انا بقى بفكر في احتكار؟ مين قال كده؟ مين قال الاسمنت ممنوع استيراده؟ مين قال الحديد ممنوع استيراده؟ الحديد والاسمنت ولا اي سلعه هناك محظوره. كل ما يقال كلام مرسل. انا بقول لك على مسؤوليتي وانا راجل بمثل الحكومه وكيل اول وزاره، لا يوجد اي قرار بحظر استيراد. احنا بندعم اكيد الصناعات المصريه. هروح لمهندس حمدي عبد العزيز. السلع اللي بتصنع في مصر سلع رئيسية وممكن نتوقف عن استيرادها من الخارج؟ يعني حاجة عندك مثلا الحاجات اللي احنا شغلنا بالنا قوي، وسائل النقل وانتقالات، اتوبيسات مصر. يعني احنا مثلا النهارده كان في عقد في هيئة النقل العام، اتوبيسات دي بالذات احنا مستند من اوائل الستينات، وهي كل اتوبيسات بتاعت هيئة النقل العام دي اتوبيسات مصرية. كان في محاولة من الهيئة ان هي تستورد هذه الاتوبيسات، عشان كانت بتقول اتوبيسات اللي هي بالغاز غير، او يعني اللي بصنعها في مصر ما غير صالحه للاستعمال. واحيانا كلفت ساعتها من محافظ القاهره نعمل هذه الدراسه، وقلت للمحافظ احنا مصنع الاتوبيس ده بيسميه باص بيلدر، راجل بيبني اتوبيس، بجيب حاجه اسمها رولينج شاسي، بجيب موتور عليه شاسي، انا لا اعمل فيه شيء وببني الاتوبيس ده. في نهايه المطاف انا عندي قيمه مضافه 80% في الاتوبيس بالذات، 80% يعني 80% ده اللي بيشتغل فيه. يعني مصنع الاتوبيسات ده بيبقى وراه موردين تانيين لا يقل مثلا على 40-50 شركه تانية. فانا النهارده ده عندي قيمه مضافه عاليه جدا. لما احكي لحضرتك على الاتوبيسات دي، احنا في الحته دي بالذات متميزين جدا. احنا اتوبيساتنا بتجري في كل حته في العالم. لما تمسك بلد زي هونج كونج اللي هي في حضن الصين، كل البابليك ترانسبورتيشن اللي في هونج كونج يطلع من مصر. اتوبيسات مصر. والحكومه المصريه ما بتاخدش منكم؟ لا بتاخد دلوقتي. ما كان بقول لك اخر دفعه اتوبيسات مشيت هي النقل العام مصر كلها مصر. هيجي في جزء ممول من الامارات، هيجي من الامارات، انما معظمها مصري، كلها مصري. في حين برضو ارجع تاني القرار بتاع الدكتور كمال جنزوي رقم 800 بيقول لك حتى اذا كان مصدر التمويل، حتى لو مصدر التمويل من بره، يجب ان احنا نشتري المنتج المصري. طب لحظه، لما حضرتك تبقى الصانع وعارف ان الوزاره دي مش هتاخد الا منك انت كمنتج محلي، مش انت ساعتها تقدر تتحكم في السعر؟ حضرتك انا اللي عندي اللي بيعمل اتوبيس دول، الاتوبيس الكبير ده ما بتكلمش بقى على الاتوبيس، انا بتكلم عامة. انا عندي المنتج الواحد على الاقل 10 12 واحد بينتجوه، ما ينفعش اتفق انا. ما ينفعش اتفق. هقول لحضرتك على حاجه، حتى انا النهارده لو في سلعه مش قادر اجيبها من بره، الراجل المستورد ده ما هو يجيب شركته هنا ويحاول يعمل يطبق برضه القرار اللي بيقول لك 40% قيمه مضافه، وتتعمل 40% قيمه مضافه، وهو الراجل برضه مستورد ما جيناش جنبه. طيب احمد بيك شيحه، ممثل شعبه المستوردين، واحنا في الفاصل كنت بتقول ما حدش يقدر يمنع الاستيراد، ولو منعنا الاستيراد نموت. هذا شيء طبيعي وكل الاخوه قد الكلمه دي؟ لا ده ما حدش يقدر يقول غير كده. قول لي مين قد ان يقدر يمنع 60% من المواد الغذائيه بتستوردها من بره؟ لو انت عندك انتاج احنا نقول مش عايزين استيراد. نعم. انا بالنسبه لتجربه الاتوبيس انا بحييه ان هو بيذكرها، لان النهارده المنتج لما بيقارن بمنتج بتكلفه بسعر، احنا بنقول له لا نشجع المصري، ولكن احنا نقول في سلع معينه وسلع استراتيجيه، وانا بقول لسعيد بيه في احتكار وموجود على اعلى مستوى. هدي لك مثل واحد. لما يكون الزيت اللي بيغذي 90 مليون واحد مصري بيجيبوا شركتين وشركات راس مال اجنبي، دول ما حدش بيقدر يقول لهم انتوا بتجيبوا ايه ولا بسعر ايه ولا حد بيقابلكم ليه؟ ايه الخصوصيه في الناس دي اللي هي بقول لك الصناعه فيها كام عامل؟ طب ما احنا عندنا 90 مليون مستهلك. شركتين هي اللي بتاخد بتعمل الشاي فيه. عندك شركه وحيده بتنتج السجاد، مفيش حد بينافسها. السعر اللي بيتباع بيه المسيل بتاعه زائد تكلفه زائد استيراد 30% من السعر. مش عايز اتكلم بس انا ما بجيبش اسماء. مش عايز ادير قصه الاحتكار. ايه اهميه الاستيراد؟
الاستيراد اولا المواد الخام 90% من المواد الخام في الزراعه البذور والكيماويات كلها بتستوردها من بره. كل المواد الخام اللي بتنتج في اي منتج مصري بيتم استيراده من بره. المواد الغذائيه بالكامل او جزء كبير جدا بنستورده من بره، زي ما قلت حضرتك الشاي، زي ما قلنا السكر جزء كبير جدا، القمح جزء كبير جدا. هات لي بقى زعيم كبير قوي كده يقول لك لا هنمنع الاستيراد. طيب بس ولكن في المقابل احنا مش بنعترض على الصناعه ولا الاستيراد، احنا بنعترض على الاحتكار ان مجموعه تمسك قطاع معين وهي اللي تسول وتجول فيه على حساب المستهلك المصري. في المقابل احنا بنستورد اساتك اللي بنعمل بيها الرزم بتاعت الفلوس في البنوك بواحد وثلاثة من 10 مليون دولار سنويا. فين البديل لمصر؟ إبرة الخياطة بنستوردها. طيب ما انتوا وبتستوردوا لي آيس كريم ولبن لبان وكريز وشوكولاته ولعب اطفال وفلوس رمضان. انا ماليش دعوه بالحكومه، ده ضغط الراي العام. انا بقول لحضرتك ايه اللي خلينا نستورد؟ انا هنا بعدت عن قرار الحكومه. بس في جزء من الاستيراد السفهي. ما انا بقول لحضرتك الاستيراد السفهي، اي واحد معاه 100,000 دولار دلوقتي هطلع انا وانت كمان شويه بعد الحلقه على الصين ونعمل كونتينر ونيجي هنا، هو اللي بيستورد وفرش في العتبه ونكسب زي الفل. يا محمد بيه، هو اللي بيستورد ده بيتاجر عشان يخسر. لكن انا بقول لحضرتك انت بتستورد ابره الخياطه من بره ليه؟ انت عندك دوله زي ما بنقول القطن كنا بنغني له زمان، الغزول بنجيبها من بره، الاصباغ بنجيبها من بره، المستلزمات الانتاج بنجيبها من بره، وفي الاخر بنقول احنا عندنا صناعات متكامله في هذا المجال. احنا بنقول يا جماعه انهضوا بالصناعه بس ارحموا المستهلك. ما ينفعش انت زي ما انت قلت حضرتك احتكر المج دوت بيعه ب 15 جنيه وهو ممكن يجي باستيراده بتكلفه طيب جمركه ب 3 جنيه. ما ينفعش تقعدوا جوه شعبه المستوردين نقول عيب ان احنا نستورد دلوقتي ايس كريم والبان. ما فيش حد بيستورد الكلام واساتك واكل كلاب واكل دولار. يعني الفتره دي بس ده كلام بيقولوه كده بس يعني عشان يعني امال مين اللي بيجيب الحاجات دي جوه البلد؟ يعني حجمها ايه؟ حجمها كام؟ لو 10 مليون دولار ما انت ضغط على ايا كان ايا كان الراجل اللي بيستورد اي سلعه دوت. اقول لحضرتك حاجه، كل المكان اللي احنا قاعدين فيه استيراده من بره. هات لي منتج كده في يعني كل مش... الاستيراد مهم للدرجه دي. حتى الصناعات اللي موجوده 70% منها كله بيجي من بره، خاماتها بتيجي من طب بره. انا اعمل لك تقرير حلو عن الناس اللي بتستورد، شوفهم بيقولوا لك ماشي. قرار من الحكومه، قررت الحكومه عدم استيراد اي منتجات ليها نظير محلي، وده من جانب الوزارات والجهات الحكومية فقط. هو قرار جيد علشان ترشيد المال العام، خاصة ان الحكومة بتعتمد على منتجات مستوردة رغم انها في منها موجود في السوق المصري. لكن القرار ده زي اي قرار كان ليه مدخل او ثغرة زي ما بيسموه، هو ان ممكن الجهات الحكومية تخترق القرار في حالة موافقة الوزير المسؤول. بس يا ترى لو تنفذ القرار ده على جميع القطاعات الخاصة قبل الحكومية، ايه اللي ممكن يحصل من وجهة نظر التجار؟ احنا بنرحب بهذا القرار لانه ده توفير للعملة الصعبة وتشجيع للمنتجات المصرية اللي هي بتشغل عمالة وبتدفع ضرائب والكلام ده كله. حاجة بتيجي من بره بيبقى سعرها ارخص، هتوقف مصانعنا، توقف العمال، توقف اقتصاد البلد، وده اكبر غلط. طب المفروض يبقى فيه تنافس واللي يجيب سلعة عشان يبقى السعر بس مظبوط، انما لما هيبقى مصري بس هيعلى جدا. شغلنا كله ديكور، فصعب قوي القرار ده يتنفذ عندنا، لان احنا كل حاجه عندنا استيراد صيني، فصعب قوي يكون اي حاجه مصر فيها. بس اهم حاجه يوفروا حاجه اسمها ايه، خامه. الخامه اكيد هيستوردوها من بره، فبيوفروا سعر. يعني مثلا اللمبه مثلا تبقى بنفس سعرها، ما تبقاش يقول لك اي منتج مصري بيزيد تكلفه، فاهم؟ لو زاد تكلفه على الزبون يبقى الزبون مش هيشتري. الحاجات المستورده تقريبا الشغل 100%، حتى المنتج المصري ما هوش منتج مصري كامل، اللي هو اصلا منتج جاي من بره ومتجمع بس هنا في مصر. يعني اللمبات الموفره كلها صنعه في مصر، لكن هل ايه اللي بيتصنع في مصر؟ ما يتجاوزش 5% في تقفيل اللمبه، يعني مجرد تقفيل اللمبه بس. الاستيراد بيأثر على العمله، بيعمل العجز في العمله الصعبه عندنا، واحنا محتاجين عمله صعبه، فهو بيوفر العمله الصعبه وفي نفس الوقت بيوفر علينا حاجات كثيره جدا، زي مثلا الصناعه الخارجيه دي بتاعت الصين دي مثلا بيبقى فيه حاجات ضاره بالبيئه احنا ما نعرفهاش. احنا هنا عندنا صناعتنا بنبقى ضامنينها وعندنا الايدي العامله متوفره. هو ممكن ينعش السوق المصري بس في حاله واحده، لو احنا علينا الجوده بتاعه المنتج المصري بتاعنا. لو علينا الجوده طبعا هيبقى يعني عندنا اقتصاد هايل وهنستغنى عن المنتجات الاجنبيه. الدوله لما تلغي المنتج اللي جاي من بره سواء من الصين لانها ارخص المنتجات، ان شاء الله رب العالمين هنبقى في بدايه الخطوه السليمه للانتاج. Thank you.
اخوانا الحلقه دي كده مش هتخلص، كل ما بنقعد جوه الفاصل بيحصل بقى خناقات. وممثل شعبه المستوردين احمد بك شيعه يقول لك ايه اخطر مشكله بتقابلنا المهربين بتوع السلع المستورده؟ التهريب والتهريب نوعين، نوع المهربين عصابات التهريب على الحدود، والتهريب البري والتهريب البحري، ودي عصابات والحكومه بتحاول انها توقفها. وفي تهريب بحمايه الحكومه، ازاي اللي بيصدر لهم قرارات بعمل مناطق حره خاصه ما لهاش اي كنترول غير الموظفين اللي شغالين في المنطقه الحره اللي داخل المصانع بتاعه صاحب المصنع. طب ما انتوا لما بتستوردوا ما بتدفعوش اي حاجه وانت داخل؟ مين اللي بيقول ما فيش منتج بيدخل لما يتم فحصه صادرات واردات؟ بتدفع ايه قيمه يعني؟ يعني اي منتج مثلا 30 و10% بتمثل 45% من القيمه الحقيقيه بالمنتج. طيب هروح ليه استاذ سعيد عبد الله، انت بتاع الحكومه، كان ليك نص دقيقه، هيبقوا دقيقه ونص. انا ما خدتش نص دقيقه ماشي، ودقيقتين عشان خاطر حضرتك عشان نطلع مع بعض على الصين. انا بس لا خلاص، انا بعد الحلقه طالع السين. انا عايز احلى كونتينر وهتشوفوني بكره في العتبه. عايز اكد على حاجه يا محمد دي برضو للساده المشاهدين، ان قرار رئيس الوزراء اللي انا اشرت سنه 99 ثم تم العمل المادي بيه حدد مجموعه من السلع، مش على الاطلاق السلع، وهو بيخاطب فقط الانفاق الحكومي، يعني المصالح الحكوميه وما شبه، ولا يخاطب القطاع الخاص. القطاع الخاص يستورد حر ما عايز، اوكي. وهي مجموعه من السلع، يمكن انا قلتها حضرتك قلتها والمعنى وصل، ده رقم واحد. رقم اتنين، فيما يتعلق بمفهوم الاحتكار برضو انا بزلت وباكد، لو اي انسان شايف ان في صناعه معينه يطلع على الجهاز، في جهاز يتقدم فيه بشكوى. ثلاثه، لما نتكلم على موضوع الزيوت والشام، هو انا منتج للشاي؟ انا ما منتجش شاي، انا بجيب شاي من بره، من الكينيا وفق لاتفاقيه الكوميسا، بجيب من الهند، وبجيب من اي دول تانية ليها مصادر شاي، وبعبيه عندي وبقدر استخدمه واعمله. فانا مستورد صفر الشاي، انا مش دوله منتجه للشاي. طب انت كحكومه ما تقدرش توقف، هو ده المفروض دور البنك المركزي، بس ايقاف استيراد السلع اللي بنسميها سلع استفزازيه وفقا لالتزاماتي في منظمه التجاره العالميه، ما تقدرش. في نص بيقول لك ازاله كافه المعوقات الجمركيه، نون تاريف باريرز. يعني بمعنى ايه؟ خد اجراءاتك الحمائيه ضد الممارسات الغير مشروعه في التجاره، لكن الحظر المطلق ده لا. يعني فانوس رمضان هاخده من الصين، والجلابيه من الصين، والسبحه والسجاده من الصين. طب ممكن تقدر تحد منه؟ ما اقدرش امنع. تقدر تحد منه؟ حد منه. اذا كان فانوس رمضان ده بيجي باسعار متدنيه وفي صناعه مصريه مثيله سبب لها ضرر هذا المنتج، يعني بيبيع في بلده اقل، يعمل قضيه اغراق عليه. وعندنا قضايا اغراق يعني الحكومه تقدر. طيب يعني في وسائل حمايه هجيلك. لا احنا يعني عفوا يعني خلاص هجيلك. في جهاز موجود في مصر اسمه جهاز الحمايه الوطنيه من الممارسات الغير مشروعه، اللي هو يطلق عليه جهاز مكافحه الدعم والاغراق. انت ترى ان هذا القرار يصب في صالح الصناعه المصريه وفي صالح المواطن المصري 100%؟ عشان نحط جمله، ومنطالب على كافه الجهات وعلى كافه المصالح وعلى كافه القطاع الخاص التعاون مع الحكومه، خاصه في هذه المرحله. ونسيبنا شويه من الذات، من الناحيه الشخصيه، ان انا ممكن كمستورد هتضر شويه، بس في حاجات هتستفيد كتير. احتكار، انا بؤكد لك يا محمد بيه، مفيش حاجه اسمها القرار ده يسبب احتكار. هذا القرار هذا القرار يسبب احتكار. واللي عنده الاسمنت ومش الاسمنت، ما في قضايا اتعملت على الاسمنت والمياه المعدنيه ومش عارف والحديد وقصص معينه، ده ملف تاني بس مش عايز افتحه. هروح لمهندس حمدي عبد العزيز، ممثل الصناع في هذه الحلقة. حضرتك، احنا كصناعة علينا عبء كبير في موضوع التنمية، مطلوب منا ان احنا نشغل ناس، ننقل تكنولوجيا. فانا اعتقد ان هذا القرار بالتأكيد في مصلحة الصناعة 100%. انا بس هتطلع حتة الاستيراد، احنا برضو ما زلنا عندنا ما يسمى بالاستيراد العشوائي. الاستيراد العشوائي ان واحد بيشتري سلعة، نوقفه ازاي؟ قولي. ما هو ده موقفه ازاي؟ ده في مليون طريقه وقفوا بيها. ما تقول لممثل الحكومه. هدي لحضرتك مثال، هدي لحضرتك مثال. لما تجيب مثلا زي الثلاجات والغسالات والحاجات دي كلها، اي حد النهارده بيشتري هذا الكلام وبعد كده ما عندوش لا مراكز صيانه ولا قطع غيار، فلازم النهارده الراجل مستورد هذه السلع ان انا بطالبه ان هو يكون عنده مركز صيانه معتمد، ومراكز الصيانه عندنا ليها مواصفه، والمصفى دي بتفتش عليها الرقابه الصناعيه. طالما الراجل ده عنده هذه الشروط يبقى له الحق نضرب له تعظيم سلام يجيب السلع. انما انا ما ينفعش اجيب سلع النهارده وارميها في السوق
وما عرفش اعمل لها صيانه وما عرفش اديها ضمان، طبعا ده يضر بالمستهلك. واعتقد احمد استاذ احمد شيحه ممثل شعبه المستهلك، هو احترامي وتقديري طبعا الكلام ده، بس انا بقول لحضرتك حتى السلع الهندسيه اللي بيشير ليها كلها اسماء عالميه ليها وكلاء موجودين هنا، بيبقى ليها مراكز صيانه، اي منتج بينزل بالشكل دوت الاحتكار موجود في كل السلع. ودي عايزه حلقه عشان اقول لحضرتك عشان ممثل، لا والله ده تجيلي حلقتين واقعد معاك بيقول لحضرتك ان مفيش احتكار. انا هجيب لك سلعه سلعه وحجمها قد ايه ومكسبها قد ايه وبتضيع اضافه للناتج القومي قد ايه. انا كل الشركات المهيمنه دي ما بتعملش. طب بس انا عايز اقول لك انت يمكن ما انتبهتش للتقرير، التقرير المواطنين بيقول لك بلاش نستورد. لا لا لا، في ناس قال لك ده هم بيجمعوا اللندا هنا وبيقول لك دي مستورده. اللندا اللي هو في كانوا في سوق العشماوي في العتبه بيقول لك لا ده هم بيدعوا انها انها صناعه مصريه، انما مش صناعه مصريه، وكل السلع اللندا الموفره دي مالهاش صناعه مصريه. اللمبه الموفره خلاص هتستوردوها بقى الفتره الجايه، بيبقى جزء ما يمثلش حاجه منها يعني. بس اللمبه الموفره هتنتشر في مصر الفتره الجايه طبعا، هي موجوده الفتره ودي فكره جيده جدا، فكره جيده جدا. الفكره الاقوى منها بقى عشان نوفر الطاقه واحنا ممكن لينا اقتراحات المصانع، لا المصانع الكبيره والمؤسسات الكبيره والقرى السياحيه والكلام ده كله يعملوا محطات، وهم بيطالبوا بكده محطات كهرباء ويشغلوها يوفروا بقى الطاقه اللي هي غير مدعمه دي. والنيازه بتنتجش اللمبات الموفره دي. خليني اشكر استاذ سعيد عبد الله ممثل الحكومه في هذا الحوار، وخليهم يتخانقوا وهم ماشيين. واشكر المهندس حمدي عبد العزيز ممثل الصناع، واشكر ضيفي اللي انا عايزه يشرفني تاني احمد شيحه ممثل شعبه المستوردين، لان اي حاجه يبقى فيها احتكار الواحد بيتحفز ليها، وهنجيب الحكومه تقعد تتكلم معانا. انا بشكر حضراتكم. شكرا. وكل سنه وانتم طيبين. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نتكلم عن اصحاب المعاشات الغلابه. تقعد تكمل معانا بتاع الحكومه كده؟ انا ما عنديش مانع. 9 مليون مواطن مصري الحكومه واخده فلوسهم. يلا هات البدر فرغالي بقى. في